في عالم الحيوان كل الكائنات تناضل في سبيل البقاء على قيد الحياة، وفي البرية كثيراً ما نشاهد حيوانات مفترسة تقاتل بعضها بشراسة، وينتهي العراك العنيف بموت أحد الأطراف أو بإصابات دموية لكل الأطراف. في هذا الفيديو سنعرض لكم أغرب معارك قتالية بين الحيوانات المفترسة، تابعونا. في هذا المقطع هجم النمر خنزيرا بريا ونجح في اصطياده، وبينما حاول النمر افتراسه ظهر تمساح يتربص بهما من جهة أخرى، وعندما اقترب هجم على النمر بفكيه القويين، ولحسن حظه أنه أدرك الخطر في آخر لحظة ونجا من عضة التمساح المميتة. يمتلك حيوان الوشق مهارة عالية في القفز لأعلى بطريقة بهلوانية تصل في ارتفاعها إلى 3 أمتار، تمكنه من اصطياد الطيور التي تحلق على ارتفاع منخفض بسهولة. ورغم صغر حجمه نسبياً إلا أنه قوي البنيان، كما يستطيع افتراس حيوانات يصل حجمها إلى 5 أضعاف حجمه. هنا حيوان غرير العسل في خطر قاتل، حيث يلتف ثعبان البايثون حول جسده بالكامل، وهجم 2 من حيوانات ابن آو على الثعبان لينقذ الحيوان البائس من قبضته الخانقة، ليتمكن حيوان غرير العسل من الإفلات من موت محقق. والغريب في هذه المعركة أنه بعد نجاته عاد لافتراس الأفعى الخطيرة، وفي النهاية خرج غرير العسل منتصراً، حيث هرب بجثة الثعبان بعد مواجهة منقذيه للحصول على هذه الوليمة بمفرده. يعتبر حيوان النيص من أكبر القوارض التابعة للثدييات، وهي مغطاة بشكل كامل بسهام شوكية كوسيلة للدفاع أمام أي هجوم تتعرض له. تلقن هذا الكلب الشرس درساً لن ينساه بعد أن اشتبك مع حيوان النيص، فكانت النتيجة أن تلقى 300 شوكة في رأسه حسب صحيفة ديلي ميل البريطانية. وفي هذا الفيديو تظهر لبؤة وقد تبعت نمراً إلى قمة الشجرة بهدف الاستيلاء منه على صيده الثمين، وحدث الصدام بين المفترسين الضاريين على قمة وطرف أحد جذوع الشجرة الجانبية، حيث تشاجر المفترسان على ما يبدو أنه غزال صغير. لكن ضراوة المعركة تسببت بانكسار جذع الشجرة وسقط على الأرض بشكل مؤلم، حيث استدرك النمر الموقف وهرب بسرعة تاركاً وجبة الغذاء لأنثى الأسد. سمكة رامي السهام تعيش في الماء، ولكنها تأكل الحشرات الصغيرة التي تعيش على اليابسة كالعناكب والفراشات، حيث تقترب السمكة ببطء تحت سطح الماء من الحشرات التي تقف قريبة على غصون الأشجار والنباتات القريبة من الماء، ثم تقوم بصيد تلك الحشرات بسهم مصوب بدقة نحوها، إذ تقذف السمكة دفقة من الماء من فمها كمسدس الماء، وبعد أن يطلق هذا النوع من الأسماك دفقة المياه ويصيب هدفه، يحدد المكان الذي سيسقط فيه طعامه ليلتقطه بأقصى سرعة ممكنة قبل خصومه. كما توجد أنواع أخرى من هذه الأسماك تتغذى على الفئران. هنا معركة فريدة من نوعها بين حمار وضبع مفترس، ويظهر الفيديو في بداية الأمر اقتراب ضبع من منطقة الحمار، ويبدو أنه أراد افتراسه، ولكن بعد مرور فترة وجيزة بدأ الحمار بالهجوم وأمسك الضبع من عنقه وأخذ بسحبه إلى الأعلى، ومن ثم طرحه إلى الأسفل. ومن خلال هذا العراك يبدو أن الضبع انهارت قواه بالكامل واستسلم لمصيره.
يمتلك النمس فكين سميكين قادران على قتل الأفاعي في ثوان. وينتج جسمه بروتيناً سكرياً يجعله محصناً ضد السم، كما يمتلك فرواً سميكاً يحميه من أنياب الأفاعي. ويتمكن حيوان النمس من التغلب على الأفاعي شديدة السمية لأنه رشيق وسريع الحركة ويجيد المناورة، وتعتبر الأفاعي السامة من بين وجباته المفضلة. فأر يكافح مع طائر الغراب للبقاء على قيد الحياة. فاجأ طائر الغراب حاول ملاحقة فأر ليلتهمه بردة فعل غير متوقعة من القارض الكبير. ويظهر مقطع الفيديو لحظة ملاحقة الطائر للفأر، ليقوم الأخير بمحاولة الدفاع عن نفسه بشجاعة في خطوة غريبة أثارت الدهشة. بدأ الفأر بالقفز محاولاً إبعاد الطائر، ليتراجع الأخير بالفعل عدة خطوات إلى الوراء. وبعد أن قاتل بنجاح، هرب الفأر واختبأ في غطاء مجرى المياه. ويعتبر الغراب من أذكى الطيور الجارحة في العالم. يتمتع بذكاء يقدره العلماء بطفل عمره 5 سنوات، فكل الأبحاث العلمية تثبت قدرات الغراب الذهنية، حيث إنه يمتلك أكبر دماغ بين الطيور.